مرحب بكم في جامعة ميد أوشن، الجامعة الرائدة في برامج التعليم عن بعد، حيث تقدم الجامعة برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في أكثر من 26 تخصص مختلف، من بينها الإدارة والإعلام والقانون الرقمي والأمن السيبراني وغيرها. السادة الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ورشة عمل اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله وطرق الاستفادة منه. يسرنا ويسعدنا أن يقدم لكم هذه ورشة العمل المهندس طاهر عبد الحميد، مهندس الذكاء الاصطناعي وخبرة 3 سنوات. فليتفضل مهندس طاهر ببدء ورشة العمل. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ الناس معايا ولا لسه في حد جاي؟ استنى شوية كمان. كده شايفين الشاشة؟ هو مش عارف، هو حد يقدر يرد على الشات ولا محدش قادر يكتب حاجة؟ احنا بنكتب لحضرتك في الشات ان الشير واضح. طب هو انا ما شايفش الشات، مش عارف ليه. ممكن طيب اطلع وادخل تاني اشوف بس تمام، في انتظار حضرتك. ماشي. معلش، طب هو معلش لسبب أنا مش فاهم، مش قادر أشوف الشات. طب ممكن باشمهندس أيمن، ممكن حضرتك تشوفي لو مثلا ماليش أكسس إن أنا أشوفه ولا حاجة؟ حاضر حالا.
باشمهندس، هو احنا مش سامعين صوت. لو حضرتك بدأت. انا بحاول الوج ان برضه من الموبايل، بحس يمكن احاول اشوف الشات، لان حتى انا مش شايفه اصلا. اول حاجه كنت عايز اعملها لو حد عنده اسئله من امبارح، فانا حتى انا كده مش شايف حاجه. تمام، في انتظار حضرتك. طب انا برضو مش شايف الشات لسبب الباك، مش عارف في ايه. هل في طريقة تانية ممكن يعني اسمعكم بيها مثلا؟ او هفتح المايك، لو في أي استفسار ممكن يفتح المايك ويسأل حضرتك. يا ريت. تمام، ممكن لو في أي استفسار أو سؤال للبشمهندس ممكن نفتح المايك ونسأل البشمهندس. حد عنده أي سؤال من امبارح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. يعني Award to Future، هل فيه إمكانية العمل باللغة العربية؟ وورتوفيك كان في حاجة امبارح اللي هو كان أرافيك شبيه بيه. أرا فيك، شايف الشاشة؟ نعم أنا شايفه. تمام. أرافيك هو البديل العربي لورتوفيك، بتستخدمه بنفس الأسلوب برضه، عبارة عن إنه بيحول الكلمات للفيكتورز اللي عندك اللي هتدخلها الموديل. هذا يمكن فيما بعد يعني تطبيق عليها الماشين ليرنينج. بالظبط. اه، بمجرد ما انت عرفت تحول الكلمات اللي عندك لأرقام، خلاص تدخلها على أي موديل ماشين ليرنينج ديب ليرنينج اللي انت عايزه، وتشتغل بيها على طول مباشرة زي ما عملنا مع هنا اهو. هتبقى نفس الكلام هنا هيبقى عربي وهيتحول معاك لفيكتورز زي كده. لا يحط الله بيسجل. وهنا كيف تكون يعني في هذه الحالة؟ ممكن تاني السؤال معلش؟ أنا أعني أنه target function والfeatures لما تكون كلمات يعني نفسها تكون على شكل فايل إكسل فايل أو من أجل دراستها. شكل الفايل اللي هيدخل في النهاية، هو شكل الفايل نفسه في النهاية مش مهم، انت بأي طريقة يعني. هنا مثلا احنا الكود اللي هنشتغل عليه النهاردة بينه، لا مش ده تجرب أي شكل يعني، معاك بانداز مثلا لو عايز تجرب شكل اكسل او سي اس في. المهم في النهاية ان انت اللي هتبروسس الفايل بتاعك ده بحيث تدخل معاك الداتا على شكل فيكتورز زي كده. يعني مثلا هنا اهو المثال اللي هنشتغل عليه النهارده، مش هنحولها لوان هوت انكودنج، مش هنعملها امبيدنج، لا هنستخدم الاسلوب العادي خالص اللي هو واحد وصفار، اوكي، وده اللي بيدخل للموديل. لو ترسل لنا فقط الرابط الخاص بتحويل حاضر، وورد تو فيكتور ان عربي. تمام، شكرا حضرة مهندس، بارك الله فيك. العفو. انا حتى مش قادر اكتب في الشات. طيب ما هو اسم ارافيك السلايد؟ ارافيك اهو.
اوكي بارك الله فيك. ارافيك. وفي امبيدنجز تانية يعني، مش ده الامبيدنج الوحيد. وفي الانجليزي نفس الحكايه، وورد تو فيك مش هو الامبيدنج الوحيد، في كذا واحد عاملين ناس مختلفه، ويعني في كل واحد بيقول انه الامبيدنج بتاعي احسن في كذا، ده بيمثل مثلا المعاني بشكل اوضح، ده بيمثل الفرق بشكل اوضح كده. بس الأعمى عندنا اللي هم وورد تو فيك في الإنجليزي وأرا فيك في العربي. حضرتك لو يعني المودلز اللي راح نخرجوه في هذه الحالة راح يكون على شكل معادلة رياضية يعني. في النهاية أنت مش بتشوف معادلة، أنت بتشوف حاجة زي كده. أنت لما بتكون بتكون الموديل بتشوف حاجة بالشكل ده، layers فوق بعض، بيبقى اهو بتتمثل اوكي بالشكل ده. مش هتشوف انت المعادلة من جوه يعني، كل مرة يعني مش هتخترع العجلة من جديد. احنا طلعنا الأول من معادلة عادية لمجموعة اللي هو مثلنا في شكل موديل، المجموعة موديلز بتتركب مع بعض، اللي بعد كده النيورال نتورك، اللي بعد كده مثلا حاجه زي الار ان ان، انت بتحط دول ورا بعض تاني وهكذا. تقدر تستخدم اتنين مثلا يعني، هنا مثلا النهارده هنتكلم عن الانكودر ديكودر، اساس الترانسفورمر موديل اللي مبني عليه شات جي بي تي. حاجه ابسط منه عباره عن مثلا موديل زي ده، واحد في الاول واحد في الاخر، واللي في الاول ده كمان بيبقى عباره عن تكرار زي كده يعني، فيعتبر هو مجموعة ورا بعض، مجموعة نيورال نتوركس ورا بعض. فالموضوع كل شوية بيتعقد أكتر، فمش هنبص له خلاص زي ما كنا بنبص له في الأول على إنه معادلة رياضية، هنبص له كبلوك على بعض. تمام دي؟ تمام تمام. تمام هل فيه يعني موقع أو فيه اكزرسايز في لهذا المثال مثل هذا الموضوع؟ في اماكن كتيره، مثلا موقع تنسور فلو نفسها مثلا، المكتبه اللي احنا بنستخدمها عشان نبني المودلز بتاعتنا، فيها مجموعه كورسات، مشاريع تقدر تشتغل عليها بنفسك. في معاك مثلا اشهر موقع للكلام ده، كاجل. كاجل. ده عليه كل المسابقات، الشركات الكبيرة نفسها ورا بتدخل وبتعمل مسابقات عليه، تطلب مشكلة مثلا، هي معاها مشكلة عايزة تحلها، وتقول لك والله ادي الداتا سيت اللي معايا اللي انت هتتعامل بيها، وتحاول انت تعمل موديل بحيث تطلع احسن حل ممكن، باعلى اكيورسي ممكنة، باقل نسبة خطأ ممكنة. واللي بيكسب، شركات كبيرة زي كده بتحط يعني بتحط جوائز كبيرة، وممكن انت تخش تشوف الحلول. ممكن مثلا ما تبقاش في مسابقات من هنا لبكره عليه يعني، اللي هو اكسبلورر كومبيتيشنز، عامل زي لو حد مثلا في البرمجه او في البروبلم سولفنج عارف كود فورسز وليد كود والمواقع دي زيهم بالظبط، بس للماشين ليرنينج والداتا ساينس. تدخل على اي حاجه فيهم، تايتانيك مثلا، كان دي الداتا سيت بتاعت التايتانيك، كل مثلا كل راكب كان سنه كام، كان في انهي درجه حاجز، عمره اللي هو مثلا جنسه ذكر انثى، يعني كل المعلومات اللي ممكن عن كل الركاب، وفي النهايه مين مات ومين ما ماتش. وانت كانت مثلا المسابقه دي كانوا بيقول لك عن طريق الداتا اللي عندنا حاول تعمل ماشين ليرنينج موديل يتوقع مثلا اذا ده بنسبه كذا في الميه هيكون من الناس اللي ماتت، او ده في نسبه كذا في الميه هيكون من الناس اللي عاشت. فكل الناس بتعمل الحلول بتاعتها، كل الحلول دي انت تقدر تشوفها هنا، وتقدر تشارك انت بنفسك تسبميت الحل بتاعك. مثلا ادي حل من الحلول، وشارح كل حاجة بالظبط هو عمل ايه. يعني هو موقع كاجل من احسن المواقع اللي ممكن تتعلم منها المجال، بتشوف عملي قدامك، بتشوف حلول الناس نفسها.
في مثلا لو يعني لو انت مش عايز انت تخش بنفسك وتشوف تشوف الداتا سيتس وتشوف وتحاول انت تعمل حل وتتمرن، يعني ده المكان اللي تتمرن فيه. في حاجة اسمها داتا كامب، موقع داتا كامب عليه مجموعة كورسات، مجموعة الكورسات دي جواها برضو زي تنسور فلو كده، مشاريع عملية ممكن انت تشتغل عليها، مشاريع يعني guided projects، وانت ماشي معاها هو بيقول لك واحدة واحدة. بس انا شايف انك لو دخلت على كاجل يعني يكفي، لان هو فيه كل حاجة، كل المشاريع اللي ممكن تخطر على بالك هتلاقيها هنا، في اللي منها محلول، في اللي منها لسه ظاهر جديد انت اللي تحل فيه براحتك، في مسابقات لو انت مثلا شايف نفسك قادر تدخل في مسابقة زي دي وهكذا. اوكي. عبد الله كان عايز يسأل. الله يعطيك العافية يا فندم. تمام. في سؤال لو سمحت. تفضل. بالنسبة أنا أمس ما قدرت أحضر، فهل في التسجيل موجود أو نقدر نحصل عليه؟ أنا شايف هنا هو التسجيل، الشات ظهر. تمام. شايف هنا في تسجيل أهو، كان هو متسجل. يعني ممكن نحصل عليه يعني في الشاتنج يعني موجود. أظن هو اللي في الشات ده، مش هو ده باشمهندسة؟ هيتم إرسال رابط اليوتيوب مع شهادة الحضور. تمام. طيب يعطيك العافية، بس هذا كان استفسار. تمام، شكرا. مين تاني عايز يسأل؟ علي موجد رافع ايده مرتين، عندك سؤال؟ طه، السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ طاهر، عندي سؤال. اذا اريد اسوي يعني ماشين ليرنينج، تدريب آلي، وعندي مثلا مجموعة اكس راي او سيتي سكان، المريض كانسر، واريد اعرف هذا المرض هل او الورم اللي موجود هل هو حميد او خبيث، شلون ادرب الآلة وشلون يعني مثلا اجيب مجموعة من الصور، شلون ادربها انه يسوي تفريق بين الكانسر الحميد والكانسر الخبيث، هل هو ورم حميد هل هو ورم خبيث، هذا التدريب كيف راح يكون؟ مثلا احنا اذا عندنا مثلا بيانات رقمية عادي انه نعرف مثلا هذا مثلا بنول نسوي له موست ريبيتد او فيلينج وعن طريق البانداز مثلا وندربه، لكن إذا عندي مثلاً إكس راي أو سيتي سكان أو إيمجز، شلون أدرب الآلة على هذا الموضوع؟ شلون راح يفرق بين الأورام يعني بالميديكال أبليكيشن؟ شلون أدرب الآلة بهذا الموضوع؟ وجزيل الشكر لك أستاذ. تمام. هي صور صح؟ صور. كان لي صديق شغال على المشروع ده، هو حالياً عامل رسالة بحثية أظن في الموضوع، ممكن أبقى أجيب لك اللينك بتاعها. الموضوع في الأساس زي بالضبط، شفت لما بنتفرج هنا مثلا صور image classification، هو كل الحكاية انه هتعتمد على حاجتين معك، الـ object detection والـ classification. انك الأول حاجة تعرف مثلا معك، طلع اي صورة، مثلا صورة زي دي، أتوقع مثلا هو ده بيكون شكل الصور اللي عندك. أول حاجة هيبقى عندنا موديل بيديتكت مكان الكانسر فين، لو في أي كانسر عندك في الصورة. بعد كده بنبتدي نشوف نعمل كلاسيفيكيشن للكانسر ده، نشوف أنواعه إيه. الموضوع بيبقى إزاي؟ عن طريق إنك بتدرب الأول الموديل، تكون الأول معاك أنت ده تعملها مانيولي، تقول إذا كان هنا في كانسر ولا لأ، وإذا كان الكانسر ده حميد ولا خبيث. ومن هنا الموديل بعد كده بيتعلم يطلع الداتا الجديده بيطلع النتائج بنفسه.
المودلز اللي بنستخدمها علشان خاطر نشتغل على الصور CNN موديل عشان ما يلخبطش بينا وبتم بتاعت الأخبار أهو. convolutional neural networks النوع الموديل ده مش بيبص على الداتا كأرقام عادية زي ما كان هنا، مش بيبص عليها بالشكل التقليدي ده، لا ده بيبص عليها بيعتبر الصورة بتاعتك ماتريكس مصفوفة من الأرقام، صفوف وأعمدة. المصفوفة دي بيدخلها كلها مرة واحدة للموديل، الموديل بيتعامل معها في معادلات بتتعامل مع مصفوفات وليس مع أرقام فردية أو مع فيكتورز، لا ممكن تعتبر فيكتور أو فيكتورز مرة واحدة يدخل المعادلة دي كإنبوت. والمخرج بتاعك في النهاية نفس المخرج بتاعنا هنا، بيفهم برضو العلاقات اللي بين البيكسلز بنفس الطريقة ويطلع معنا الأوتبوت في النهاية. ففي الحالة دي ممكن تستخدم موديل زي CNN بحيث انك تكلاسيفاي الصورة اللي عندك اذا كانت دي كانسر الورم ده خبيث او حميد. الديتكشن بتاعه بيبقى ازاي؟ ممكن ما تعملش انت الموديل من الصفر، في حاجة اسمها الفاين تونينج على موديل موجود اصلا متدرب الى حد ما على ديتكشن، كل الحكاية دي لو انت الداتا بتاعتك يدرب بيها اخر كام لير. اشهر موديل في الموضوع ده هو يولو. دور عليه عندك هتلاقي ليهم موقع تقريبا. Real Time Object Detection ده من اشهر المودلز اللي متدربه على موضوع الاوبجكت ديتكشن. بتعمل ايه؟ بتعمل انك انت ما بتدربش الموديل من صفر، لا لو معاك مثلا موديل زي ده بتروح تدرب اخر مثلا ليورين فيه، هو بيكون معاك الموديل بيبقى اعمق من كده بكتير، فانت ممكن تدرب اخر مجموعه ليرز فيه على الداتا سيت بتاعتك اللي معاك اللي فيها الخلايا السرطانيه، بحيث في كل مره يبقى الانبوت بتاعك هو الصوره والاوتبوت بتاعك هو احداثيات المكان اللي فيه الورم ده. في النهايه هيطلع معاك موديل بيديتكت مكان الورم. بعد كده تستخدم CNN بحيث انك تعمل موديل يقول لك اذا كان الورم ده خبيث ولا حميد. ده كشكل عام اللي هتدور عليهم حاجتين، يولو وCNN. انا حاليا اقدر اكتب في الشات ولا لا؟ لسه برضه ماشي. تمام كده؟ علي موجد، تمام؟ نعم استاذ طاهر، نعم كتبت لك على الشات. تمام، جزيل الشكر، اشكرك جدا. عفو. تمام، حد تاني عنده اسئله؟ العنود كانت بتسأل تطبيق ايه اللي قصدك عليه؟ ده اخر حاجة ظهر لي من الشات. تطبيق معانا ولا تطبيق تيمز نفسه؟ كده تمام. عفوا، محدش تاني مع أسئلة؟ هلا أستاذ الكريم. تفضل. التطبيق اللي آخر شيء تكلمت عنه اللي هو أتوقع، أنا ماني عارفة أقرأ صح، بس هو اللي هو أتوقع كيجل أو حاجة زي كده.
هو هذا، لأني حضرت متأخر، فما ما يدوب اه لحقت على تمام. الآخر. كاجل شكرا موقع لك. عليه مشاريع ومسابقات وما إلى ذلك، لو احنا بنشوف يعني ايه، لو عايزه تشتغلي على مشاريع بايدك وتشوفي حلول الناس، ولكل المشاكل الكثيره معروضه على الموقع هتلاقيها كلها، ممكن تتفرجي عليها عادي، وممكن تدخلي انت تعملي الحل بتاعك وهكذا. يعني عشان تتدربي على الماشين ليرنينج ده احسن مكان تتدربي فيه، وبيقدم لك ماشين لما تخشي مثلا تعملي نوت بوك عليه. شكرا، يعطيك ألف عافية. العفو. زي كاجل بالظبط، يعني زي عفوا كولاب، بيدي برضه نوت بوك جوه وتعمل اللي انت عايزه. تمام، في اي اسئله تاني؟ اللي عنده سؤال ما يتكسفش. ما فيش اجابه هتفيدك وحدك. أيوة، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية، بس أنا أول مرة حضر. آه تمام هلا. ماشي. أي وين؟ هو أيوة، هو في تسجيل للمحاضرة بتاعت امبارح، هو النهاردة هشرح يعتبر مشروع يعني، فممكن برضو المشروع يديك فكرة عن عن اللي اتشرح امبارح. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أحصل على نفس الموقع؟ آه على شيء في الشات هنا لسه بيترفع بس، وفي برضو مع الشهادة البشمهندس أيمن كانت بتقول مع الشهادة هيتبعت لينك يوتيوب. تمام، الله يعطيك العافية. في أسئلة تانية؟ خلاص 8:30 نبدأ في المشروع الجديد. المشروع ماشي في كونكت، شبيه بالبشمهندس علي كان بيتكلم عليه، بس بدل ما احنا هنشوف برضه هدفه هنا علاج السرطان، بس بدل ما يكون عن طريق الصور عن طريق الحمض النووي. ببساطة ده كان يعني ده كان رسالة بحثية احنا شغالين عليها، جزء منها ده كده نموذج أولي لجزء من المشروع ده. ببساطة كان إن احنا بنتعامل بنحاول نوجد حل، بس بدل ما بالصور لا بالحمض النووي نفسه، السيكونس بتاعنا اللي معانا بيتمثل في حاجة بشكل زي كده، سيكونس الدي إن إيه. كنا بنحاول نشوف إذا كنا نقدر إن ديتكت السرطان هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه بيبقى خطأ في الحمض النووي بيتكون في بيتسبب في تكوين خلايا غير مرغوب فيها. الخلايا دي بنسميها الخلايا السرطانية. فهل إحنا نقدر نعالج الحمض النووي نفسه ولا لأ؟ فكان ده البحث بتاعنا، كان الفكرة إن إحنا بنشوف إذا كنا نقدر نعمل موديل يديتكت الأول مكان الخطأ في الحمض النووي ولا لأ، لو في حتى أي تحور حاصل في جزء معين. هل نقدر نطلع الحاجة دي؟ وبعد كده لو نقدر نصلحها، نصلحها ازاي؟ ان احنا نعدل في الحمض النووي نفسه عن طريق حاجة اسمها الجي ار ان اي، الجايد ار ان اي. الجايد ار ان اي لو حبينا نشرحه في ابسط شكل ممكن، هو عبارة عن تسلسل بروتيني بيضاف للحمض النووي بتاعنا، للبروتين الحمض النووي بتاعنا، بحيث بيعدله بالشكل اللي احنا عايزينه، اعادة برمجة الدي ان اي بتاعنا. المكان اللي احنا عايزين نعدل فيه الحمض النووي والطريقه اللي عايزين نعدله بيها بتتحدد ازاي؟ عن طريق شكل الار ان اي بتاعنا ده. كل ار ان اي بيختلف عن التاني، ده مثلا جي ار ان اي معانا. الرموز دي عباره عن مركبات بروتينيه هي اللي بتمثل الحمض النووي بتاع الحمض النووي والار ان اي الاثنين. الجي ار ان اي ده بيتفاعل مع الدي ان اي اللي معانا بحيث يعدله بالشكل اللي احنا عايزينه. فالعلاج بيكون ازاي؟ بيكون عن طريق ان احنا بعد ما اكتشفنا المنطقه المعطوبه في الحمض النووي بتاعنا،
زي السيكونس ده، السيكونس ده المفروض مثلا غلط، ده هو ده بسبب السرطان، اظن كان سرطان في الكبد، فالجزء ده هو اللي فيه المشكله، فاحنا مثلا هنضيف له الار ان اي ده، الجي ار ان اي ده، فيعدله بحيث يخليه طبيعي تاني. فكان الهدف من الموديل اني ندخل له الجزء المعطوب يقول لك الجي ار ان اي اللي انت محتاجه عشان دي ان اي يرجع لشكله الطبيعي هو ده. تمام كده لحد هنا؟ ده الهدف من ال ده الهدف اللي احنا كنا عايزين نشتغل عليه. هنعمل ده ازاي؟ من ابسط الطرق اللي عندنا هو نفس الطريقه بتاعت شات جي بي تي تقريبا، انه شات جي بي تي برضه نفس الحكايه، سيكونس بيدخل سيكونس بيطلع، الدي ان اي بتاعنا سيكونس بيدخل اللي بيطلع لنا سيكونس تاني الدي ار ان اي، بس بدل ما مجموعه كلمات هنا مجموعه كاركترز. عشان كده اخترت المشروع ده اللي هو يعني اشبه حاجه لشات جي بي تي، بس هنتعامل على حاجه ابسط شويه من الاركتكتشر بتاع شات جي بي تي. الاركتكتشر اللي معانا بيتكون من مجرد انكودر ديكودر. لو تفتكروا اللي شات جي بي تي امبارح لما تكلمنا عليه كان في اكتر من حاجه تانية في النص، بس اساسها برضو الانكودر بتاعنا الناحيه دي والديكودر الناحيه دي، وكان في النص اللي ميز شات جي بي تي حاجه اسمها الاتنشن، اللي هو الاتنشن لاير ده هو اللي بيقول كل كلمه ليها علاقه بانهي كلمه تاني هنا. ده بعدين اشتغلنا فيه برضه في المشروع بتاعنا، بس يعني ده حاجه اوليه كده عشان تتفهم، يعني ده حاليا حاجه اوليه كده بتتكون بس من ديكودر وانكودر، انكودر وديكودر. الانكودر والديكودر عباره عن ايه؟ موديل بيكرر نفسه زي ما كان شات جي بي تي بيدخل مثلا لما كان بيتوقع الكلام، انت بتكتب له الحاجه فهو بيرد بياخد الرد ده، اذا الرد بتاعه اول كلمه مثلا بتدخل تاني كانبوت ليه هو ويطلع الكلمه اللي بعدها، وياخدها تاني كانبوت ويطلع الكلمه اللي بعدها وهكذا للنهايه. هو نفس هو ده تشبيه تاني ليه مثلا، هو عباره عن انه الاوتبوت كل مره بيدخل بيطلع ويدخل تاني مع الانبوت بتاعنا الاصلي اللي احنا مدخلينه في الاول، ويطلع كل مره ايه معانا كلمه 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 كلمه. ده السيكونس بتاعنا بتاع الكلمات في شات جي بي تي. في حالتنا احنا هيبقى سيكونس حروف، سيكونس مركبات كيميائيه ورا بعض. الشكل اللي احنا معانا هنا الانكودر ديكودر قال لك هنحاول نعقد الموضوع ده اكتر شويه، بحيث انه بدل ما ناخد على طول احنا كل مره الدي ان اي بتاعنا يدخل والار ان اي يبتدي يطلع من هنا، لا طب احنا معانا طول الدي ان اي مختلف عن طول الار ان اي. لو اعتبرنا ده مثلا اظن 221 كاركتر، وده ما فيش، ده مثلا ده يدوب كله 20 30 كاركتر على بعضه، فانت ازاي هتعمل الحركه دي فيه؟ ازاي هتدخل 221 وتتوقع بس 30 كاركتر؟ فالحل الثاني كان، ونفس اللي بيعمله شات جي بي تي عشان برضه مش لازم الانبوت يبقى قد الاوتبوت، انه بيحول الاول الانبوت بتاعك كله لفيكتور واحد يتمثل بيمثل كل المعنى اللي معاك، وبعد كده الفيكتور ده هو اللي بيطلع من الناحيه الثانيه اللي بيحول اللي بيدخل بيحول الانبوت لفيكتور اسمه الانكودر، بينكود الانبوت بتاعك. الفيكتور اللي هو الاوتبوت بتاعه ده في النهايه مجموعه ارقام، مجموعه الارقام دي بتمثل الانبوت كله بتعدي على الديكودر. الديكودر ده هو اللي بيحول الفيكتور ده بيطلع منه الاوتبوت بتاعك واحده واحده، فيبقى ايا كان طول الانبوت بتاعك، ايا كان عدد الكلمات او الكاركترز او بنسميها التوكنز اللي فيه، هي دي التوكنز في شات جي بي تي لما يقول لك عدد التوكنز المسموح لك تدخلها قد كده، عدد التوكنز بيبقى ثابت. التوكنز اللي بتدخلها هنا بيحول كل المعاني اللي فيها لفيكتور واحد، بيبقى فيه كل المعاني اللي موجوده في الانبوت، يدخل الفيكتور ده للديكودر، الديكودر يبتدي ايه يطلع الاوتبوت بتاعك واحده واحده، يعتبر وكل مره هو يعتبر هو ده الفيكتور الاولاني اللي بيدخل يطلع الاوتبوت بتاعك ويدخله تاني مع الفيكتور وهكذا لحد ما يطلع الاوتبوت بتاعك كامل.
فهنا احنا هنستخدم الاسلوب ده، هنستخدم الموديل الانكودر ديكودر موديل، بحيث ان احنا ندخل الانبوت يطلع لنا الاوتبوت. دي المكتبات اللي استخدمناها معاك هنا pandas عشان نعرف نقرا الداتا، معاك السايكت ليرن استخدمنا منها، وده يمكن اشهر استخدام دلوقتي السايكت ليرن هو ان انت فيها فانكشن اسمها ترين تيست سبليت اللي استخدمناها امبارح برضو عشان نقسم الداتا ل 80% ترين و 20% تيست، رغم انه السايكت ليرن فيها المودلز الماشين ليرنينج مودلز الاصليه الكلاسيك، لكن في الديب ليرنينج بتلاقي نفسك مش بتستخدم سايكت ليرن، بتستخدم تنسور فلو. تنسور فلو هي اللي موجود فيها كل انواع المودلز بتاعت الديب ليرنينج او اغلبها، وممكن انت نفسك بنفسك تكون موديل خاص بيك باللايرز بتاعتك وتعمل الفانكشنز بتاعتك والمعادلات بتاعتك كلها من جواه، لان الهدف الرئيسي لتنسور فلو كان انه هيعمل حاجه اسمها كومبيوتيشنال جراف، يحول اي معادله رياضيه عندك لجراف ويحسب الجراف ده. بس بعد كده قال لك طب ما احنا ممكن نضيف كمان معانا اشكال جاهزه المودلز دي كلها، المودلز الديب ليرنينج اخر صف تحت، سواء كان النيورال نتورك العاديه ديب نيورال نتورك او الار ان ان اللي احنا بنستخدمه، او معاك السي ان ان زي البشمهندس كان عايز يستخدمها اللي هو هيستخدمها في تحديد مثلا خلايا السرطان في صور الاشعه وهكذا. المودلز دي الديب ليرنينج تنسور فلو راح اداها لنا جاهزه، ادانا اللايرز بتاعتها جاهزه كلها، وبعد كده راح كمان خلاها جاهزه اكتر. هي في هنا مثلا كان يدوب لسه عاملها باشكال بسيطه، راح في مكتبه اسمها كيرس جواه هي اللي فيها كل الكلام اللي احنا عايزينه، المودلز كلها اللي احنا عايزينها. اللي احنا هنستخدمه حاجه اسمها LSTM. ال LSTM هي نوع من انواع الخلايا دي، الشكل ده فيه منه اشكال كثيره جوه، كل خليه منهم عباره عن حاجه زي كده. في الاساس بتاعك حاجه اسمها Recurrent Neural Network RNN، وبعد كده في LSTM. ال LSTM بتتميز بان هي بتحتفظ بالمعلومات بتاعت اول انبوت بشكل احسن. في كذا شكل معانا للسيكونس مودلز بنسميها دي زي كده، في مثلا كده الخلايا دي من جوه بيبقى ليها اكتر من شكل، كل شكل فيهم ببساطه يعني بدون ما ندخل في تفاصيل جوه، اللي هو ال RNN هي المجرد نيورال نتورك عاديه، هي بتقعد تلف على نفسها كل شويه، الانبوت تقعد يدخلها كل شويه يطلع اوتبوت جديد. نفس الحكايه ال STM، بس مختصر الكلام ده كله انها بتضيف للموضوع الذاكره بتاعتها اطول شويه، يعني لو مثلا عندك سيكونس فيه 100 كاركتر او 100 كلمه، ممكن ال RNN بعد مثلا بعد ما تقرا ال 100 كاركتر كلهم تنسى اول شويه، تنسى اول 50 في الغالب، بتنسى اول 90 مش اول 50. ال LSTM لا، بيفضل فاكر شويه معلومات من الانبوت ده، الفيكتور النهائي اللي بيطلع معاك في الاخر بيبقى لسه فاكر شويه معلومات اكتر من ال RNN العاديه، فبالتالي عشان كده بنستخدمها كانكودر. فاحنا دي المكتبات اللي بنستخدمها معانا: pandas، scikit-learn، tensorflow، ونمباي عشان نعمل شوية عمليات رياضية بسيطة في النص، يعني نقدر نحول هنا مثلا، انا هستخدمها هي اللي هحول بيها الحروف بتاعتي لأرقام لشكل الموديل يفهم. بنبدأ بان احنا بنحدد الاول اللينس بتاع الانبوت والاوتبوت، عشان زي ما قلنا هو فعليا اللينس ثابت بتاع، حتى شات جي بي تي اللينس بتاعه ثابت، وعشان كده بيحدد لك عدد توكنز معين. طب لو انت مثلا اديته انبوت اقل من الانبوت الماكس بتاعنا بيحط الباقي كاركترات فاضيه، والموديل بيتدرب على انه يتجاهل الكاركترات الفاضيه دي. بعد كده معانا الفوكابيلري بتاعنا بنحدده برضو زي ما بالظبط ما بتعمل في شات جي بي تي، انك انت بتحدد الفوكابيلري بتاعك اللي هو اللغه كلها، اللي هو الورتوفيك او الارافيك، هو ده الفوكابيلري بتاعك هناك.
هنا بنحدد الفوكابولري بتاعنا، بعد كده نبتدي نعمل عمليات تنظيف للداتا. الداتا بتاعتك مش دايما بتاعي نظيفة، امبارح مثلا كان الداتا فيها حاجات فاضية، شايفين اهي زي كده، ممكن تبقى فيها حاجات فاضية، ممكن تبقى فيها حاجات زيادة انت مش عايزها، فكل ده بتخلص منه. ممكن هنا مثلا ناخد سيكونس من غير ما ننظف اي حاجة، نعرضها مثلا. الاس ان بي والجايد بتاعك، الجايد بتاعك اللي هو الاس ان بي، هو الدي ان اي او الجزء من الدي ان اي اللي فيه التحور، والجايد هو اللي المفروض السيكونس اللي هيدخل عشان يعدل التحور ده. فانا عايز اجيب حاجه يكون فيها مشكله، يكون في يعني كشكل الداتا نفسه فيه مشكله. مثلا هذا في كاركترات ملهاش لازمه، يعني الداتا نفسها لو جينا فتحناها من اكسل ماشي. حاضر، ما من السيكونس بتاعنا هنا مثلا معمول في اكتر من سطر، ليه؟ علشان خاطر يبقى السطر اللي في النص كنا محددينه انه هو ده الحته اللي فيها التحور تحديدا، بحيث كنا عشان خاطر الموديل بتاع الديتكشن. فاحنا لما بنجي نقرا الكلام ده هنا بيتجري بالمسافات دي، السلاش ان دي معناها انه اللي عارف برمجه، السلاش ان معناها سطر تاني، وهكذا تلاقيها هنا تاني، تلاقيها هنا وهكذا كل شوية. فدي مثلا حاجات من الحاجات اللي بناخد بالنا منها. أحيانا بيبقى فيه مسافات عايزين نشيلها، بيبقى فيه مثلا تاب اللي هو ثلاث مسافات ورا بعض عايزين نشيلها، فبنبتدي ننظف الداتا بتاعتنا قبل ما نشتغل عليها. شلنا المسافات كلها، عملنا لها ريبليس بكاركتر فاضي يعني ولا حاجة تتشال. نفس الحكاية مع التاب، نفس الحكاية مع السبيس. وبعد كده عملنا لها ستريب بحيث لو في اي مسافات في الاول وفي الاخر احنا لسه ما خدناش بالنا منها. بنعمل الكلام ده في الاثنين، في الاس ان بي والجايد، في الانبوت والاوتبوت. تمام، نظفنا الداتا بتاعتنا، نبتدي نعمل حاجه للجايد بتاعنا، ان احنا عايزين دلوقتي بعد ما الموديل هيشتغل ازاي الديكودر، احنا بعد ما بندخل الاس ان بي بتاعنا للانكودر بيطلع الفيكتور معانا، الفيكتور ده بيدخل للديكودر يبتدي يطلع منه الجايد. الكلام ده مش لما الفيكتور بيدخل للجايد للديكودر على طول، بنحاول نديله بداية يبتدي بيها هنا اهو، او تلاحظوا هنا اهو مثلا في الصورة دي احنا عايزين نكتب كلمة رايت. فاول حاجة هتدخل للموديل، دايما الموديل بيبقى ليه انبوت يدخل عشان يطلع اوتبوت، فاحنا عايزين برضو هيطلع الاوتبوت بتاعنا مجموعة كاركترات. بيبقى فيه حاجة اسمها البيجينينج كاركتر او الانيشال كاركتر، كاركتر ملهاش لازمة، فمجرد بس حاجة الموديل يعرف بيها انه ابدا اكتب، ابدا طلع اوتبوت. في شات جي بي تي برضه نفس الحكايه، بعد ما بتخلص الكتابه بتاعتك وتدوس انتر اول حاجه بتحصل بيدخل الفيكتور ده اللي طالع من الانكودر،
ويقول له ابتدي اكتب. اول حاجه اول انبوت ليك هو الانيشال كاركتر، بدايه الكتاب، ويبتدي يكتب وهكذا وهكذا وهكذا. نفس الحكايه احنا بنعملها هنا، بنضيف للجايد بتاعنا الكاركتر، خليناها زد كده كده، زد مش موجوده في الفوكابولري بتاعنا في اللغه بتاعه الانبوت والاوتبوت مش موجوده، فاعتبرنا انه الزد هي اللي بتتكتب للار ان اي. والمسافه الفاضيه زي ما قلت لكم حته الامبيدنج في النهايه، لما بعد مثلا لو الانبوت بتاعك ما كانش اطول من الماكس لينس، بنزود الباقي ايه مسافات، فبدي برضو بنحطها تبع الفوكابولري بتاعنا. لو المسافه جزء من اللغه بتاعتك، فممكن تحط كاركتر مش موجوده في اللغه. في الانجليزي والعربي مثلا، لو دي اللغه بتاعتك، فبالتالي هتضطر مثلا تحط كاركتر مش مفهومه ومش بتستخدم اساسا في اللغه، تبقى كاركتر بدايه وكاركتر تاني للامبيدنج. عملنا كل ده، بنبتدي بقى نكون الفانكشنز بتاعتنا اللي هتحول الكلمات بتاعتنا او الكاركترات بتاعتنا لارقام. في حاله الكلمات اللغه الطبيعيه زي ما قلنا، احنا بنستخدم الوورد تو فيك اللي بنسميه الامبيدنج. هنا هو بنستخدم الاسلوب البسيط اللي قلناه امبارح، اللي هو البدائي خالص، ان انا بحول الكلمات اللي عندي لاصفار وحيد. بعتبر ايه؟ بعتبر كل كلمه عندي مثلا، نعتبر ايه هي مثلا 1000000 ب 01000 وهكذا، سي 00. شوف الـ AI بتاع جيميناي فهمني على طول، بحيث الـ input يبقى بالشكل ده. اللي يدخل هنا أول مرة الـ A، لو دخلنا له هنا الـ X واحد بواحد والباقيين صفار، ده حرف A. لو دخلنا الـ X اتنين هي اللي بواحد والباقي صفار، ده حرف B، أو على حسب الفوكابيلر اللي عنده. الفوكابيلر اللي عندنا هنا ده A C G T N ومسافة، وفي حالة الأوتبوت A C G T G G U Z مسافة والإكس. فالفانكشن دي كل اللي بتعمله حرفيا كده، مجرد بس بتمسك الانبوت اللي عندك وتحوله لاصفار وحايد. هنشوف دلوقتي مثال ليها احنا وتحت. نفس الحكايه عملنا فانكشن تاني، الفانكشن دي اللي بتعمل البادنج اللي قلنا عليه، لو الانبوت بتاعك اكثر من الماكس بيكمل هو الانبوت وحده. فكل الحكايه هنا انه بيلف على السيكونسز اللي عندنا، ياخد الماكس لند والبادنج كاركتر، ويبتدي يضيف لحد ما يوصل للماكسيلنس سيكونس بنفس الاسلوب كده. دي مجرد داتا بروسيسنج، مش مهم تفاصيل الفانكشن نفسها جوه، هي بسيطه يعني، كل بس دي على حسب كل داتا وشكلها يعني. الحكايه ان جزء كبير من شغل الماشين ليرنينج بيبقى عباره عن شغل داتا بروسيسنج وداتا كليننج، وقبلها بيبقى احنا بندور على الداتا دي اللي احنا جبناها دي، ما كانتش في حته واحده، دي عشان نجمعها خدنا فترة، خدنا يمكن شهر شهرين نجمع في الداتا دي من مصادر مختلفة، لأن صعب، من أصعب المشاكل اللي هتواجهك إن أنت لو أنت شغال ب لو أنت معاك أوتبوت معين عايز الموديل يطلعه، وبتبقى أحيانا الداتا معاك قليلة، أو في أغلب الوقت بتبقى معاك الداتا قليلة لأن أنت بتطلعها، فبتبقى عايز تدور على داتا زي كده، أو أنت تكريت الداتا دي. فاحيانا الداتا بتاخد اكبر مده في الشغل على ما تلاقيها، وبعد ما تلاقيها تبتدي تنظف فيها، تبتدي تشوف ازاي تحولها لشكل الموديل يفهم. لو انت كمان هتعمل فيتشر انجينيرنج، ده كمان موضوع تاني، لو انت بنفسك اللي انت عايز تعمل علاقات زي ما تكلمنا امبارح في حته المساحه، ان ممكن هنا مثلا تاخد الطول والعرض دول مباشره زي كده، او ممكن تحولهم، ودول مثلا ما كانوش هيدوك فرق مثلا في نوع ورده معينه، لكن في نوعين تانيين لسه الفروقات بينهم مش واضحه، فلما تيجي تعمل انت الاريا، تشتغل بالاريا بدل الاطوال، تلاقي الفروقات ظهرت، تلاقي الداتا توزعت معاك بشكل احسن. فانت ممكن تعمل زي كده هنا،
تعمل انت فيتشرز خاصه بيك. فشغل الفيتشرز وشغل الداتا كليننج والداتا داتا انجينيرنج ده رغم انه يعني في ناس كثيره بتشوفه الجزء الممل في المجال، لكن للاسف هو يعتبر اهم جزء في الشغل، اهم حتى من انك انت تعمل الموديل بعد كده وتشوف الاركتكتشر بتاعه هيبقى ازاي. الداتا مش نظيفه مهما كان الموديل بتاعك نظيف مش هيطلع نتائج كويسه. جاربج ان جاربج اوت، ده مثال مشهور جدا عندنا في المجال. طيب نبتدي نظبط الداتا بتاعتنا، عملنا لها حولناها نظفناها الاول وبعد كده حولناها للاصفر وحايد، وعملنا البادنج بحيث كل الانبوتس والاوتبوتس بتاعتنا تبقى بنفس الطول. هنا هو الفانكشنز دي استخدمنا، هنا هو هذا الانبوت بتاعي عملت له بادنج السيكونس الانبوت والاوتبوت، وبعد كده حولته لون هوت. وهون هوت انكودنج هو تحويله من الاصفر لوحيد، وقسمت الداتا دي بعد كده بالفانكشن اللي عندنا سايكت ليرن تست ترينس بيت نفس الحكايه 20%. تحدد هنا راندوم ستيت عشان خاطر ما ياخدش الداتا بالترتيب، لا يعني ينقي 80% وال20% بشكل عشوائي بحيث يبقى عندك كل الحالات الممكنه في الترين والتست. قبل ما نخش الخليه دي ادي شكل للانبوت بيبقى ازاي بعد ما يتحول لون هوت انكودنج. دي مثلا ده اول حاجه خالص عندنا، اجيب لكم الاصل بتاعه. بس هذا راندوم صح، احنا هنا بعد ما قسمنا راندوم مش هنعرف بالضبط، بس يعني تخيل انه هو. لو حد عايز يسأل اتفضل، يعني اقطعني عادي في نص الكلام واسأل، ما فيش مشاكل معاه. عشان برضو ما بقاش انا بجري ومحدش واخد باله ايه اللي بيتقال. تمام، حاجة زي كده. ده مثلا ده الشكل اللي معنا ده شكل التكست بيتحول لحاجة زي كده. الـ A اهي حرف الـ U هما كلهم شبه بعض، يعني بيبقى الاختلافات بسيطة. فها مثلا ده أول حرف ده الـ A، بعد كده الـ U، U تاني. هنا احنا قلنا XAB ده مثلا ده غالبا هيطلع C مش زي كده يعني، وهكذا. الشكل ده بيتحول معنا للشكل ده. ده كده يعتبر فيكتور اوف فيكتورز. ده كده بالشكل ده ممكن يدخل للموديل، الموديل يفهم الشكل ده، لكن ما كانش هيفهم الشكل ده. في الوورد امبيدنجز الوورد تو فيك بيبقى حاجه شبه كده، بس بدل ما هنا وحيد وصفار بس لا بتبقى ارقام مجموعه قيم 768 رقم في كل دي اول كلمه، بعد كده 768 رقم تاني كلمه وهكذا. مجموعة أرقام مختلفة. هنا إحنا الموضوع بسيط بالنسبة لنا، فممكن نحوله بس لمجرد وحيد وصفر ويتفهم، مفيش مشاكل. هنا بناجي عشان خاطر هنا بقى نرجع للسلاية دي. إيه هنا بنعمل الأوتبوت بتاعنا زي ما قلنا إحنا هنا في الديكودر بيبقى فيه الأول البيجيننج كاركتر بتاعتك. فمعنى كده ان الاوتبوت فعليا لما بيدخل الديكودر في ساعه الترين، لما نجي نترين احنا اللي بندخل الديكودر الانبوتس هنا اهو في الاول، بعد كده هو مع نفسه بيتوقعها، احنا في الاول بندخلها له. فعشان خاطر يبقى عندنا انبوت كاركتر في الاول لازم نشفت الانبوت بتاعنا ناحيه يمين.
فالسلايدي هدفها الوحيد في الحقيقة إن إحنا نحول الانبوت ده لده، مجرد إن أنت بتشفت الكاركتر بتاعتك واحد، أنت تخليها بدل كده يعني. خلاص ده احنا كده كده اول واحد دخل بتدخله في الاول بيبقى كده اهو تتشفت. حد عنده سؤال لحد هنا؟ ده كده جزء الـ Data Processing كله. هل في حد عنده سؤال في جزء الـ Data Processing أو الـ Data Cleaning؟ حد مش واضحة معاه حاجة؟ لا حضرتك واضح، اتفضل كمل. تمام. عملنا كل الشغل اللي احنا عايزين نشتغله على الداتا، بنبتدي بقى نشوف الاركيتكتشر بتاعنا، شكل الموديل بتاعنا هيبقى ازاي. معانا الانكودر والديكودر اهم، انت دول تبتدي تشتغل هنا، تشوف عدد اللايرز اللي انت عايز تعملها كام، ممكن تحط اكتر من لاير، ممكن تزود هنا مثلا LSTM، ممكن تحط واحده كمان. نفس الحكايه في الديكودر، ممكن تحط لايرز زي ما انت عايز، بتلعب لحد ما تشوف يعني. هو فيها جزء تجريبي بحت، مش دايما الموضوع بيبقى مدروس. فين كان في شكل عايز مثلا تحط هنا، مثلا حط الاتنشن ميكانيزم، يعني في اكتر من شكل ممكن يتعمل الانكودر ديكودر. ده مثلا شكل دي، ممكن في ناس بتروح بتستخدم الكونفوليوشن layers اللي احنا بنستخدمها على الصور، ممكن بتستخدمها هنا معانا في السيكونسز برضه، بتحول السيكونس لشكل ماتريكس وتدخلها له، بتطلع علاقات برضه. دي كان احد الطرق اللي هو قبل الاتنشن، والاتنشن مبني عليها بعدين. فاحنا هنا بنبتدي نشوف اكتر من شكل معانا. فده كان الشكل الاولي اللي اشتغلنا عليه في المشروع ده، ان احنا عملنا الانكودر من مجموعه اللايرز دي، والديكودر من مجموعه اللايرز دي. ممكن بيتمثلوا بعد كده بالشكل ده، اللي هو اهم حاجه فيه هنا حته البارامترز. لما بيجي الفرق يقول لك بين شات جي بي تي 3 و4 عدد البارامترز، البارامترز دي ايه في الموديل اللي معانا من جوه، في المعادلة نفسها من جوه، عدد المتغيرات الـ variables. B0, B1 وهكذا، كل ما الموديل اللي يبقى فيه B, B2, B3, B4 وبعد كده layers ورا layers ورا layers. كل نيورون في دولة فيه مجموعة البيهات بتاعته، والweights بتاعته، كل دي متغيرات، كل دي variables بنسميها ايه؟ parameters. هي البارامترز دي هي اللي بيتعلمها الموديل، هي دي اللي بتتغير معانا في المعادله البيهات دي، لحد ما يبقى عندنا شكل الموديل اللي احنا عايزينه. ده التريننج، ده اللي بيحصل عموما في الحته دي كلها. فدي البارامترز دي كل ما تبقى اكتر في الغالب، كل ما تبقى اكتر وكده كده لو معاك داتا كبيره كفايه، بيحصل ان الموديل بيبقى معاك احسن. فتلاقي الفرق بين شات جي بي تي 3 و4 جي بي تي 3 4 كاونت جي بي تي 3 كان 175 مليار بارامتر،
ده مدى تعقيد المودلز دي، ده مدى تعقيد ده جي بي تي 2 كمان يعني، واصلا جي بي تي 2 وحده هتلاقي فيه حوالي مليون مثلا. نشوف احنا ليه ادينا احنا قاعدين مليار ونص، يا ريت حتى مليون، مليار ونص كان الجي بي تي 1 هو اللي يتعدى بالملايين. فالشكل اللي انتوا شايفينه ده، في عندنا مليار ونص بارامتر، في مليار ونص فاريبل، مليار ونص بي 0 بي 1 بي الى مليار ونص، كلهم هنا دول اللي بيتعلمهم الموديل دي المعادلة، عشان يطلع معنا في النهاية المعادلة النهائية اللي بتتكون من مليار ونص متغير في المعادلة دي، هي عبارة عن آلاف وربما ملايين المعادلات اللي داخلة كلها مع بعض عشان يطلع لك في الآخر الموديل اللي اسمه جي بي تي 2. نفس الحكاية جي بي تي 3، نفس الحكاية جي بي تي 4. كل ما يتعقد الموديل بتاعنا كل ما تزيد عدد البارامترز اللي معنا، قرابة الاتنين تريليون متغير معنا في بيتعلمهم الموديل. وهو ده اللي بيفرق يعني، هو ده يمكن أكبر فارق بين المودلز دي وبعض. الاركيتكتشر في الغالب خلاص بيبقى خلاص عرفناه، هو مثلا خلاص هنستخدم الترانسفورمر اركيتكتشر، بنزود بس في اللايرز. حاجة هنا مثلا زي دي، نبتدي هنا نزود في النيورونز ونزود في اللايرز او نقلل براحتنا، فكل ما نزود هنا كل ما عدد البارامترز معنا بيزيد. ده دي الحاجة دي، هي دي المتغيرات اللي بتتعلم الويتس دي، كل ويت فيهم ليه قيمة معينة الموديل اتعلمها في النهاية. لو جينا بدأنا هنا التريننج، طبعا عشان أول لير احنا مش عاملين فيه حاجة، فهتلاقي الموضوع الويتس دي قيمها هتلاقيها اتغيرت. هي دي مخ الموديل، تعتبر هي الويتس دي، هي هذا الحاجة اللي بيتعلمها في النهاية، هو ده اللي احنا عايزين يعمله. فتعلم الويتس دي البارامترز دي، بنقدر مثلا من العيير اللي بنستخدمها عشان خاطر نقول الموديل ده قوي قد ايه، هي نقول عدد المتغيرات دي كام، عدد البارامترز اللي عندنا كام، غذاء طبعا الاركيتكتشر بتاعه شكله ايه اللي هو نوعه. الطريقة للبارامترز دي بتتواصل مع بعض، هل بشكل كلاسيكي لايرز ورا بعض، هل ار ان ان، وهكذا. فهنا ده موديل بسيط، عدد البارامترز اللي فيه يدوب 139,000 بارامتر بس. احنا هنا الحتة دي مثلا نرن لحد هنا، جرينا الداتا، نظفنا داتا، عملنا لها حولناها لأرقام ونوت انكودنج، وشفتنا، عملنا بادينج. هنا ده حيدي ايرور عشان خاطر هو مش عارف ايه ده. ده شكل السيكونس بعد ما يتحول لأرقام. هنا بنستخدم اللايرز اللي احنا عملنا لها امبورت في الاول، ال اس تي ام وما الى ذلك، كله عن طريق تنسور فلو وكيرس. اهم انت تنسور فلو كيرس اللايرز اللي عندنا المودلز واشكالها المختلفه، في عندنا ال اس تي ام، في دنس لاير، في سي ان ان، كلها اشكال هو جاهز عاملها لك جوا، مش هتقعد تتعب نفسك بانك انت تكونها من جديد، انت هتحطها عندك كلايرز، الموضوع بيجي عندك بلوكات انت بتركبها فوق بعض مكعبات. بنبتدي نستخدمها هنا ورا بعض، نحدد الاول لير الانبوت، نحدد له شكل الانبوت هيبقى ازاي، لازم يبقى شكل الانبوت معروف بالنسبه للموديل. بعد كده بنبتدي نحط لير ورا الثاني، ونقول له عايز كام بارامتر هنا جوه، كام بارامتر اللي هو مثلا تعتبر كام نيورون زي ما حددناه هنا، بنحدد كام نيورون في كل واحده فيهم، كل لير فيهم. نفس الحكايه الديكودر، بياخد الاوتبوت اللي طالع من الانكودر، يبقى هو الانبوت بتاعه. فبنحدد له شكل الانبوت ده، نقول له هيدخل لك الفيكتور اللي طالع من هنا
مع اللي انت بتتدرب، هيدخل مع التكست نفسه اللي هو الانبوت تكست، الاوتبوت تكست اللي هتتدرب عليه. والله ادي شكله كده متشفت، اللايرز اللي احنا هنستعملها ورا بعض، وفي النهاية الاوتبوت اللي هيطلع بالشكل ده. الموديل في النهاية شكله ازاي؟ الانبوت لاير والديكودر اللي هو الانكودر والديكودر بالاخر. دي الشكل اللي بيتمثل بيه في الاخر، او اللي تنسر فلو بتمثله بيه في الاخر. عملنا الموديل وعرضناه. الفانكشن دي هي اللي بترجع الموديل لشكله الاساسي، اللي هو بعد ما احنا فيه هنا فانكشن الونوت انكودنج بتحول التكست لارقام. دلوقتي احنا مش عايزين ارقام، احنا عايزين نرجع الموضوع كلمات تانية او حروف في حالتنا. من فانكشن تاني هي اللي بنستخدمها عشان نرجع بنديها السيكونس والفوكابولري، الفوكابولري بتاعنا اللي هو احنا حددناه في الاول، وفي النهايه يطلع لك السترينج بتاعك. دي كانت فانكشن بستخدمها عشان خاطر نقيس بيها نسبة الدقة بتاعت الموديل، بس مش عارف ليه كنت مبرنها من شوية كان فيها ايرور، فمش مهم دلوقتي، ممكن نتجاهل لهدي لحد ما اشوف بس المشكلة اللي فيها. في حاجات ديفولت ممكن نستخدمها في الموديل نفسه زي الاكيوريسي، او ممكن نخليه يستخدم الايرور بتاعه. هنا بندي امر الفيت زي ما حصل امبارح. المتريكس اللي بيستخدمها هو جوا الايرور فانكشن بتاعته الباك بروبوجيشن اللي حضر امبارح. في يعني في كذا اسلوب، في كذا الجوريزم بنستخدمها بحيث نطلع الايرور وبعد كده نعرف نحسب منه البارامترز بتاعتنا المفروض يبقى شكلها ازاي بعد كده. فدي كانت احدى المعايير اللي ممكن نستخدمها. ده معيار احنا مكونينه بنفسنا، سيميلاريتي، مجرد بس انه بيقارن الكاركتر اللي هو الموديل اللي عملها بريدكشن بالاصليه. هو هنا مش بيقارن بكاركترات، هنا بيقارن بارقام، بيشوف الارقام شبه بعض ولا لا. فانا هنا الموديل اديت له الداتا بتاعتي، الترين بتاعي الشيف وهي العاديه والشيفتد، عشان الديكودر لما يجي يشتغل تعتبر الشيفتد هي الانبوت بتاعه. قلت له هتفضل تترين، هتلف على الداتا دي 100 مره. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل اني ان هو بيقعد كل مره يحاول يجرب على قد ما يقدر الاجابه الصح، ويشوف هل هو جرب لها ولا لا، ويشوف يتجه في اي اتجاه. واللفه اللي بعدها يحاول يجرب اكتر الاجابه الصح، واللفه اللي بعدها يحاول يجرب اكتر وهكذا. فالموضوع ده بياخد كام لفه؟ بتقعد مع نفسك انت تشوف لحد ما تطلع حاجه تبقى هي مظبوطه. في حالتنا هنا هنلفها بس 100 لفه. اللفات دي بنسميها ايبوكس. بنديله الفاليديشن داتا بتاعتنا، التست والتست بتاعنا، هو ده اللي بيتست عن طريقه اذا كان هو كان ماشي باداء صح ولا غلط. نرن الموديل. لاحظوا، بصوا كده، لاحظوا دي اللوس بتاعتنا، ده نسبة الخطأ في كل لير بتقل ازاي، في كل لفة بتقل ازاي. هو هنا عشان خاطر انا هنا شغال على الجي بي يو مش على السي بي يو، فعشان كده بيرن بسرعة. المودلز الكلاسيكال ماشين ليرنينج امبارح كنا شغالين على السي بي يو، لما نجي نستخدم الديب ليرنينج احسن حاجه ليه هو الجي بي يو. ليه؟ كل نيورون من دول ممكن يتحسب لوحده، مش لازم يتحسبوا ونستنى ده يخلص عشان نحسب ده، وبعد كده نستنى ده يخلص عشان نحسب ده. السي بي يو في اغلب الاوقات احنا طبعا هنا لو ده يا دوبك مجموعه بارامترز زي مثلا 100 بارامتر على بعض، لكن لما حاجه تبقى زي مليار او تريليون بارامتر فمحتاجين الموضوع يحصل بشكل اسرع. وفي حاجات مش محتاجه تتحسب، مش معتمده على بعض، في نيورونز وبارامترز مش معتمده على بعض في حسابها، فممكن نحسبها كلها في نفس الوقت، ممكن نحسبها بشكل متوازي. البروسيسور بيعمل كده. البروسيسور لما يبقى فيه اكتر من ثريد
كل ثريد فيهم ممكن يحصل فيهم اللي هو عايزه. حد عنده سؤال؟ ماشي. كل ثريد بيبقى نقدر نحسب فيه الحسبة اللي احنا عايزينها. الكارت طب قال لك يعني البروسيسور معانا نقدر نعمل فيه كم حسبة في نفس الوقت. عدد الثريدز بتبقى محدودة، يعني مثلا في أغلب الأجهزة بيبقى مثلا 4-8 ثريدز، حاليا مثلا ممكن توصل 20 ثريد، مثلا دول 20 كور ممكن يبقى مثلا 40 ثريد وهكذا. طب برضو مش كفاية عشان نحسب عليهم مليارات النيورونز في نفس الوقت في موديلز ضخمة زي اللي معانا حاليا. فكان اللي حصل الطفرة اللي ظهرت في الـ AI ظهرت مع ظهور كروت الشاشة. شركة انفيديا تحديدا هي أول واحدة تعمل الحركة دي، قالت طب احنا ممكن نستخدم كروت الشاشة بتاعتنا كأنها بروسيسورز. هو كرت الشاشة ايه؟ هو كرت الشاشة ما هو إلا بروسيسور، بس قوة الكور الواحدة بتاعته مش قوية، يعني مش بالسرعات دي. ليه؟ لأن هو كل المطلوب منه أني مثلا هنا معايا شاشة ريزولوشن بتاعها 1080 في 1920، خلاص أنا كل اللي عايزه بس يحسب كل بيكسل قيمتها كام. فأنا عايز كل ده يحصل في نفس الوقت، لما تتعرض الصورة بتتعرض كلها في نفس الوقت. ليه؟ علشان كرت الشاشة في آلاف الكورز، آلاف الثريدز اللي بتشتغل كلها مع بعض، كل ثريد فيهم بيحسب حسبة البكسل معين ويطلعهم كله ويطلعوا الحسبة كلها دي في نفس الوقت. فقالوا طيب احنا النيورال نتوركس حاليا محتاجين فيها الحكاية دي، احنا معانا كل نيورون ممكن تتحسب حسبة وحده في كور واحدها ونطلع الناتج بتاعنا كله في نفس الوقت. فمن هنا ظهرت المكتبات اللي احنا بنستخدمها حاليا زي تنسور فلو دي، انها بتستخدم بتعرف تستخدم كارت الشاشة عن طريق حاجة اسمها كودا. كودا هو هي الفريم ورك اللي بيتواصل بيها تنسور فلو مع كارت الشاشة بحيث يستخدمه بدل ما يبقى كأداة بنعرض عليها صور بنستخدمها بس بحيث تعرض الصور اللي في الشاشة قدامنا، لا نقدر نحسب بيها حسابات تانية. How about you? How is your sis is coming along? ممكن تترجم بالعربي لو سمحت؟ ماشي. احنا هنا بنستخدم كروت شاشة مش البروسيسورز عشان خاطر نعرف نحسب الحسبة. حسبة زي كده، حسبة زي مثلا 139,000 نيورون معنا، 139,000 بارامتر عفوا مش نيورون، النيورون بيبقى فيه اكتر من بارامترز جوا على حسب المعادلة، فنحسبها كلها في نفس الوقت. بالتالي نقدر نعمل حاجة زي كده، ان احنا اللفة الواحدة في كل مرة بيعيد حساب 139,000 بارامتر دولة يعملهم بالسرعة دي. وده كان بداية ظهور الديب ليرنينج اصلا، قبلها ما كانش حد عارف يعمله. كان عملية زي كده ممكن تاخد ايام. انا في مرة فاكر ايام الكلية حاولت اعمل حاجة زي كده على بروسيسور، خد معي 3 ايام على ما اعرف يخلص الحسبة دي، بس على ما اعرف يخلص التريننج ده، وكان موديل ابسط من كده كمان. فهي كروت الشاشة هي اللي عملت الفرق. وعشان كده على فكرة كروت الشاشة بتختفي اليومين دول بسرعة، يعني اللي هو التعدين اللي بيحصل ده كله بيحصل ازاي؟ عن طريق انه بيستخدم كروت الشاشة في حساب الحسابات دي، العمليات دي. فكله حاليا مبني على كروت الشاشة. بس دربنا الموديل بتاعنا هنا ممكن بمكتبة زي ماتبلوتلي، نقول الاكيوريسي بتاعته كانت قد ايه. هنا مثلا مش كل يعني كل ما نحاول نترين اللي بيحصل انيشاليزيشن بتاع البارامترز بتاعتنا زي ما حصل هنا. الانيشاليزيشن بتاعك بيبقى راندوم، الويتس دي البارامترز دي بتبقى الانيشاليزيشن بتاعها راندوم في الاخر في الاول.
بحيث يبتدي يخمن، والتخمين ده نشوف نسبة الخطأ منه كام ونعرف نجرب ازاي للإجابة الصح، ويبتدي بعد كده يتغير طول ما احنا ماشيين. فالبداية دي بتبقى في الأول، مش بتبقى بداية ثابتة، يعني مش احنا اللي بنحدد الأرقام، في أبحاث مبنية على أساس نبدأ ايه القيم اللي نبدأ بيها الويتس بتاعتنا في الأول قبل ما الموديل يكون متعلم. في أبحاث كثيرة بتتكلم في الحتة دي، يعني ايه هي الأرقام ممكن وصلوا والله في المشكلة الفلانية مع الداتا الفلانية، ابدأ بالأرقام دي الموديل يشتغل صح. بس في النهاية فعليا لقيوا انه التأثير مش بيفرق قوي. أهم حاجة طول ما انت ما بدأتش البارامترز دي بصفر هيطلع معك ناتج كويس. ليه ما ينفعش نبدأها بصفر؟ انت لو بدأت كل البارامترز بصفار انت عندك نفس المعادلات، نفس النيورونز، هنا هي هنا هي هنا هي هنا، خلاص ما فرقتش حاجة، صفر مضروب في اي حاجة بصفر، فهتلاقي الموديل معك مش بيتعلم او هيطلع ما فيش، يعتبر هو كأنه بيتمثل في معادلة واحدة بسيطة، معادلة خط مستقيم. السر معاك انك بتبدأ النيورونز البارامترز دي بشكل راندوم. هل انت اللي بتعمل ده بايدك؟ لا، احنا مجرد ما بنجي نرن السطر ده هو كل مره بيبدا البارامترز بشكل مختلف. ممكن انت لو عايز تثبت انت الـ القيمه دي في حاجه اسمها راندوم سيد زي ما استخدمناها هنا في السبليت. الراندوم ستيت هنا مثلا 13، ليه 13؟ عشان نثبت القيمه العشوائيه اللي هيختار بيها الداتا في كل مره. نفس الحكايه هنا، ممكن نثبت كل الراندوم ستيتس اللي معانا بتاعت كيرس وبتاعت تنسور فلو وبتاعت نمباي، بحيث كل مره الموديل يبتدي معانا بنفس الشكل ويطلع في النهايه نفس النتيجه. هنا اللي حصل احنا عملنا ايه؟ لا ما عملناش كده، سبناه كل مره يغير هو القيمه بنفسه. ليه؟ علشان نحاول نطلع احسن نتيجه ممكنه. دي مثلا ما كانتش نتيجه كويسه، دي هنا ايه اللي هو عمل جراف في كل ايبوك، في كل لفه معانا اللوس بتاعه الترين والتست كانت قد ايه، اللي هي الارقام دي اللوس والفاليديشن لوس، نسبه الخطا معانا في داتا الترين وبيخمنها في تخمين داتا الترين في بعد كل لفه، ونسبه الخطا في تخمين داتا التست. داتا التست دي هنا هو مش بيتدرب عليها، هو بيستخدمها بس عشان يتست كل مرة. فشكل زي كده مش حلو، يعني ده كده طول ما لقيت الترين والتست بعاد عن بعض ببساطة اقول انه الموديل ده ما شغلش كويس. تعمل ايه في الحالة دي؟ تحاول يا اما تعدل في الداتا يا اما ترن تاني. احنا يعني في المعتاد ان احنا بنعمل لوب هنا، بترن الكود ده مثلا 100 مرة ببارامترز مختلفة بعدد ايبوكس مختلف. لو في اللايرز دي بيبقى فيها ممكن نغير البارامترز اللي فيها باشكال مختلفة. بنعمل حاجة اسمها جريد سيرش. الجريد سيرش ده هو اللي بنلف ببارامترز مختلفة بحيث يطلع معانا احسن ناتج. هنا احنا مخلينه كل حاجة يعملها راندوم، فهنا بنرن تاني. احنا الهدف في النهاية معانا ان احنا نطلع اقل لوس ممكن. كان بنحددها ازاي ان الفانكشن دي قبل ما تضرب مش عارف كانت شغاله، يعني الاول مش عارف اللي حصل، هو غالبا ايرور بسيط بس يعني عشان ما ناخدش فيه وقت. كانت بتقول ان نسبه السيميلاريتي بين الاوتبوت اللي عمل يطلع الموديل والاوتبوت الحقيقي كام ككاركترز. لو كانت الكاركتر زي هي هيقول لك السيميلاريتي 100% مثلا، ففي الحاله دي عرفنا اني لو مثلا في اغلب الداتا اللي عندنا طلعت السيميلاريتي 100% وجزء مثلا بسيط طلعت 70% فهيجي الاكيوريس الكلية بتاعتنا قرابة 100%. حلو، مفيش مشاكل، ونقعد نجراف كل شوية. مثلا هنا طلعت وحشة خالص، بنأوتوميت الموضوع ده برضو، نقول له في كل مرة يشوف، نعمل كود يشوف اللوسز دي بتاعتنا والاكيوريس بتاعتنا ويدينا البارامترز والانيشيال فاليوز بتاعت الويتس الاحسن اكيوريسي عندنا. هلا أستاذ. يا أهلا.
نحاول نغير الراندوم ستيت بتاعتنا بتاعت حتى السبليت. مثلا اهي حاجه زي كده، ده يعتبر يعني نتيجه كويسه، ده يعتبر موديل كويس طلع معانا في النهايه. الكلام ده طبعا بيحصل اوتوميتد، وبسبب انه اللي زي ما شفتوا مش كل مره، مش كل البارامترز، اغلب البارامترز بتطلع نتائج وحشه، عشان كده ده اعتبرناه نموذج اولي يعني. بعد كده عملنا حاجات اعقد تاني، هي اللي حاليا شغالين بيها، وهي اللي ان شاء الله هتنشر قريب. يطلع معانا موديل زي كده، هو ده اللي احنا بنتست بيه. ادي مثلا كانت السيميلاريتي، زي ما اللوس بتاعتنا بتنزل الاكيورسي بتاعتنا بتزيد بتاعت الموديل. ده مع ذلك ده كان في حاله وحشه، كان الاكيورسي بتاعته ما زادتش عن 55%. بنخلص عملنا الموديل، بنعمل له سيف، بعد كده بنستخدمه براحتنا في اي حاجه احنا عايزينها. بنجي نعمل له فانكشنز زي كده بحيث نبريدكت بيه، دي البريدكشن فانكشن. ندي له مثلا مثال عشان عملنا ترين موديل جديد، فموديل مختلف. ماشي طيب، في هنا كنت سايف موديل قبل كده، هو نفس الكود ده عملنا بيه ترين قبل كده يعني، وكان في موديل كان نتائجه حلو. بنحمل الموديل بتاعنا، بعد كده نلود الموديل ده، وبنقول لتنسور فلو والله شكل الموديل اللي معانا بالشكل ده، كان لسه بيحمل. الموديل تقريبا فيرجن قديمة. طب الموديل ده كان معمول من حوالي سنة، فكولاب يعني عمل ابديت مع الوقت. غالبا الابديت ده تسبب في ان الفيرجنز ما تشتغلش مع بعض صح. يعتبر الموديل ده قديم. ريكوجنايز كيورد ارجمنت باس تول ستيم مكان. كان في حاجه زمان اسمها تايم ميجور في الموديل ده، مش موجوده دلوقتي. الله اعلم ما يطيسك. 55 شاي من يطيسك. وحي الله. إذا صباحا. يا
يخلق بنفخه صافي ركب وفخه طبعا عملنا سيف للموديل ده كم زي ساعتين مرات كم زي ساعتين مرات لو بيكسبلين ايرور شوف لا هجي هجي انت هجي انت المراجع هجي راجع هجي هجي انا مش تعال كان داخل له عدد انبوتس اكتر من المتوقع طاهر الجعب كان في مايك مفتوح واصوات خارجيه حقيقه ما سمعنا شيء منك لا كده تمام تمام ان شاء الله استاذ تمام جزيل الشكر تمام انا كنت بصلح ايرور بسيط بس في حكايه الكود اصلي الجزء ده تحديدا ما تغيرش من زمان يعني فاللي هو كنت عايز اوريكم في النهايه الاوتبوت بتاع ده كله يعني مش معقول بعد ما نوري الاكيوريسي والايرورز والشغل ده كله ما نشوفش ناتج قدامنا يعني فهنا اللي عملناه ادي مثلا ده كده في حاله التست عايزين مثلا ندخل له احنا من عندنا ده كده اهو جزء معطوب من السيكونس اللي عندنا اللي نسي احنا كل ده كنا بنعمل ايه كنا بنحاول نحول ده لده فبنروح ندخل السيكونس بتاعنا الانبوت سيكونس بنفس الشكل الموديل احنا مدربينه على ارقام فلو وعلى طول معين فبنعمل له بادنج ندي الفانكشن البادنج اللي عملناها فوق بحيث ايا كان طول الانبوت بتاعنا بنزود له كاركترات فاضيه في النهايه بحيث يوصل للماكس انبوت بتاعنا الماكس لينس بتاعه بعد كده بنحول الاصفار وحايد الانبوت بتاعنا بدل ما هو كاركترات زي كده ونروح نديه للبريدكت فانكشن اللي احنا عملناه هنا اهو البريدكت دي كل اللي بتعمله ببساطة ان هي بتعيد تشكيل الموديل بحيث ان احنا نعرف نستخدمه مباشرة احنا خلاص خلصنا فترة التدريب هناخد الويتس اللي فيه بس الموديل بتاعنا الموديل بريدكت ده الموديل اللي احنا الانكودر بتاعنا والديكودر بتاعنا اللي احنا دربناهم افن ديكودر الديكودر موديل بتاعنا اللي احنا دربناهم هنا فوق بنفكهم من الموديل اللي احنا دربناه ونستخدمهم
فنادي مثلا هنا اهو بعد ما عملنا الفانكشن بتاعتنا ودخلنا له الانكودر والديكودر موديل بتاعنا الانبوت سيكونس ده بعد ما عملنا عليه كل العمليات اللي احنا عايزين نعملها وهو ايه هو هنا دخل نظيف برضو من الحاجات اللي المفروض تتعمل انه السيكونس ده يتنظف لو كان فيه زي ما قلنا مسافات لو كان فيه كاركترات مش تبع القاموس بتاعنا كل ده يتشال بحيث يبقى في النهايه معاك انبوت نظيف الانبوت ده بيتعمل له بادنج وان هوت انكودنج ويتدخل الموديل بتاعك المفروض نرن دي يعمل اهو دي هي الحركه دي اللي بيطلع معانا كل النتائج دي اللي هي دي النتائج بتاعتنا بيطلع ناتج ورا التاني بيديك زي الدايجنوسيس بتاعت كل لفه فيهم لانه ده اللي بيعملوا السيكونس مودلز بحيث يطلع لك في النهايه ده المفروض انه اللي هيدخل اللي هيتدخل السيكونس ده بحيث يتعدل ويرجع طبيعي تاني فده تقدر تقول عليه هو العلاج السرطان او محاولتنا لعلاج السرطان في الواقع ده مركب نظري هل يمكن إعادة تركيب المركب ده إعادة تكوين المركب ده ده موضوع تاني ده يعني مش هو ده الموضوع اللي احنا كنا شغالين فيه ده عايز ناس عايز علماء كيميائيين او صيدل او اي حد تخصص صيدلي هو اللي يقول اذا كان يمكن إعادة تركيب المركب ده بشكل كيميائي ولا لا بحيث يتم حقنه للحمض النووي بحيث انه يعالجه بس على الاقل نظريا عرفنا نطلع العلاج هو هنا ده مش دقيق يعني زي ما انتم شايفين ما فيش حاجه زي كده اللي كان قبله الاوتبوت اللي كان طالع قبله كان احسن منه بكثير بس يعني بعد كده عملنا حاجات تانية طلع الدقه معانا وصلت ل 70 و80% كنا عرفنا نطلع بنسبه 80% موديل يقدر يعالج اي عضو سرطاني او اي تحور سرطاني في الدي ان اي بتاعنا ده مشروع اشتغلنا عليه فعليا ودي الطريقة اللي بنمشي بيها فيه بنجمع الداتا بعد ما نجمع الداتا نبتدي ننظف فيها وناخد وقت لحد ما نشوف ايه المسائل اللي يتنظف فيها بعد ما نظفناها بنحاول نخلي شكلها بشكل مناسب للموديل بتاعنا ونبتدي ناخد فترة برضه نحدد شكل الموديل بتاعنا كان فيه اكتر من شكل برضه قبل ده كنا الأول استخدمنا حاجات بسيطة جدا كنا مرات بنستخدم مجرد الـ LSTM الصدر ده بس كان موديل بحد ذاته في مرة لحد ما نرسي على شكل معين وبعد كده عملنا أشكال تاني وبعد كده استخدمنا الـ Attention Layer وهكذا فلحد ما نطلع بشكل راضين عنه ونبتدي نترينه ببارامترز مختلفة بقيم عشوائية مختلفة لحد ما يطلع معنا Accuracy إحنا راضين عنها وهو ده اللي بيستخدم بعدين في إن إحنا نطلع بالعلاج بتاعنا وكل ما يبقى فيه معانا أمثلة أكتر كل ما ندربه تاني وتالت ورابع وهكذا ده مثلا كان ده كان أحد المودلز اللي كان طلع معانا كان بيطلع معانا بالضبط زي الحقيقي كان آدي المفروض الجي آر إن اللي يطلع وده كان اللي طلع المودل فعليا ده الموديل المحفوظ القديم اللي هو مش عايز يشتغل حاليا عشان خاطر فيرجن شويه فيرجن كونفليكت بس يعني هنحاول نحل الكونفليكت ده فاهو ده الناتج النهائي بتاعه اي حد عايز يسال على حاجه في اللي شرحناه ده اكيد في اسئله يعني انا مطول لازم يكون في اسئله في مشاريع تاني بتختلف المشاريع برضو عشان خاطر زي ما قلنا ممكن يبقى المشروع مشروع صور مش مشروع سيكونس بس هنا احنا اخترنا مشروع سيكونس عشان خاطر يبقى اقرب حاجة للشات جي بي تي وطريقة عمله في مكتبات تاني غير تنسر فلو حاجة زي باي تورش
تنسر فلو عملها جوجل، باي تورش عملها فيسبوك، برضو نفس الحكاية بنقدر نكون بيها المودلز اللي احنا عايزينها. الموديل ده بعد ما نعمله بنروح نرفعه على كلاود لو احنا عايزين مثلا نخلي المستخدمين كلهم يستخدموه، وبحيث ياخد الانبوت ويطلع اوتبوت زي ما بتشوفوا في مواقع شات جي بي تي. فهل المشروع ده طلعت منه بفايدة؟ هل اتفهم؟ هل ما اتفهمش؟ تمام. طب الحمد لله. ايه بقى لو حد في حاجة وقعت منه في النص؟ أو حد عايز يسأل سواء في المشروع أو بره المشروع؟ شوفوا يعني فاضل ادي كده فاضل معانا، انا توقعت على ما اخلص شرح هتكون هو يعني هو المشروع كبير عموما، فقلت هياخد مننا الساعتين بس حصل وتشرح في ساعه، فلسه فاضل معانا حوالي تلت ساعه تاني. اي حد عنده اسئله في اي حاجه يتفضل عادي. طب ماشي. ممكن اديكم الكود بس مش عارف الداتا هل هقدر اديها لكم ولا لا، يعني انا عرضت منها شويه كده، بس عشان اديكم الداتا دي لازم استاذن الاول من باقي التيم اللي شغال معاه، انما الكود ده كان نموذج اولي وعادي يعني ممكن انشره مفيش مشاكل. يعني طب هبقى ابعته لبشمهندس ايمن وهي تبعته لكم. تمام. ميد جيرني وما الى ذلك، في اساليب مختلفه كتير من المودلز اللي ممكن تكريت بيها داتا، يعني زي شات جي بي تي ده بيكريت تكست. الموضوع برضو بنفس الطريقة زي ما هو هنا في النهاية الموضوع بيقول بنسبة كذا في المية الكلمة اللي بعد كده دي ميد جيرني ببساطة اللي بيعمله ان هو بياخد زي الصورة فيها نويز ويبتدي الصورة النويز دي هي اللي يعدل عليها، بحيث كل مرة يقول والله بنسبة كذا في المية البكسل ده اللون بتاعه هيبقى كذا، واللي يمسك البكسل اللي بعده بنسبة كذا في المية البكسل ده هيبقى لونه كذا، أو زي ما قلنا هو خلاص بيجي يستعمل الموضوع بارلل فبيقول البكسلز دي كلها كده البلوك ده على بعضه والله الألوان بتاعته هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا، ففي النهاية بيتكون معاك صورة، بيبقى الانبوت بتاعك تكست والاوتبوت بتاعك التكست ده زي ما قلنا بيتحول لأرقام، الاوتبوت بتاعك برضه أرقام، الأرقام دي بنحولها لألوان بكسلز.
بالظبط كده، زي ما بالظبط حول الارقام لكلمات، هي البيكسلز اصلا ارقام يعني، فهي ما هي سهله. البكسل عندك عباره عن ايه؟ لو صوره ابيض واسود معاك مثلا البكسل من 0 ل 255، لو معاك لا صوره الوان هتبقى معاك كل بكسل فيه ثلاث قيم مش قيمه واحده، قيمه للار جي بي، احمر اخضر وازرق، الثلاث الوان دول مع بعض هم اللي بيكونوا اللون اللي قدامك في الصوره لكل بكسل. عفوا. إذا احنا امبارح شرحنا يعتبر كمحاضرة شاملة ملخصة لمجال المشين ليرنينج والديب ليرنينج، والنهاردة شفنا مشروعا. وعلى فكرة الصوت برضو نفس الحكاية، انت كل شيء ممكن يتمثل في أرقام، الصوت عبارة عن سلسلة ترددات وراء بعض، فالترددات دي عبارة عن أرقام، فهو سلسلة أرقام برضو ممكن تكونها. ده معاك حاجة زي كده اللي بيشتغل بيها الأسيستنت بتاعك أو سيري مثلا، هي بتاخد التكست عفوا بتاخد الصوت بتاعك كانبوت أرقام وتطلعه ككلمات، الكلمات دي بتتكتب قدامها، تدخله على اي موديل في النص منهم جي بي تي 2 كان الاول، حاليا جي بي تي 3 و4، يطلع الاوتبوت تكست، التكست ده بيتحول لارقام تدخل لموديل، الموديل ده بيطلع معاك الناحيه الثانيه لصوت. من اشهر برضو عشان نبقى لمينا كده صور وكلام وصوت، تاكوترون. تاكوترون برضو نفس الحكايه، كان ترانسفورمر موديل بلا التن يعني، كلهم هو خلاص بقى اشهر موديل حاليا عندنا في الديب ليرنينج هو الترانسفورمر موديل عموما. الانكودر اهو والديكودر اهو والاتنشن في النص، ده مثلا ده بينطق الكلام. هنا كان الموديل ده اللي عملها جوجل، كان بياخد الكلام ككاركترات مش ككلمات زي ما عملنا هنا في السيكونس بتاعنا الدي ان ايه، كاركترات. الكاركترز دي تدخل الانكودر يطلع فيكتور، الفيكتور ده هو اللي يعدي على الديكودر يبتدي يطلع ترددات اصوات. الترددات دي هو ايه؟ عباره عن في الاخر تراك، التراك ده هو نطق الكلام ده. فلما بتحول الصوت لتكست بيبقى نفس هنا، الانبوت بيبقى الصوت والاوت بيبقى التكست، والموديل بيتدرب على هذا الاساس. ممكن تستخدم اي لغه انت عايزها طول ما متاح فيها الكلام ده. السي غالبا انت اللي هتضطر تكتب المعادلات من الصفر بنفسك، ودي مشكله السي، ليه اغلب الناس بتستخدم بايثون وار؟ لان بايثون وار فيهم مكتبات مجهزه لك اشكال المودلز دي، انت مش هتقعد تعمل اللايرز من الصفر بايدك، فبتستخدم تنسور فلو وكيرس وما الى ذلك، وار نفس الحكايه فيها برضه لايبرز مشابهه، بحيث تعمل لك الكلام ده، البلوكات دي تعملها لك جاهزه، بحيث ان انت كانك شغال مع مكعبات حرفيا بتركبها فوق بعض فقط لا غير. فخليك يعني في بايثون وار لو هتستخدم ماشين ليرنينج. حاله السي لو انت مثلا شغال في شركه كبيره وعايزين الموضوع يبقى اوبتمايزد، يبقى اسرع باسرع ما يمكن، ففي الحاله دي بيقول لك نعمل كل حاجه بالسي من الصفر بايدينا، بس نضمن ان هي اوبتيمال، نضمن ان هي اسرع ما يمكن، مش هيبقى في اي اوفر هيدز، مش هيبقى معانا اي حاجات جانبيه شغاله احنا مش عايزين نشغلها تاخد مننا وقت. بالظبط، خليك في بايثون، اغلب المجال شغال بايثون سواء في المشين ليرنينج او حتى الداتا ساينس اللي هو الاناليسس والكلام ده اللي هو شغال على داتا جدوليه بس زي ما عملنا امبارح. ايوه
شكرا جزيلا مهندس طاهر عبد الحميد. عفوا. شكرا لكم ولحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في أي سؤال برضو عايزين تسألوه في أي وقت ممكن تكلموني على لينكدين أو 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 حتى يعني أي مواقع تواصل اجتماعي تاني، هتلاقي كل اللينكات على لينكدين عموما يعني بما فيها رقم التليفون لو حد عايز يرن مفيش مشاكل.